السلام عليكم ورحمة الله، معكم ست مريم من قناة أبسط طرق للتعلم. درسنا لهذا اليوم القسمة على مضاعفات 10 و100 و1000. أول مرة لازم نعرف معنى حقيقة القسمة الأساسية. عندنا هنا نعطيكم مثال 42 تقسيم 6 يساوي 7. يعني هنا 42 تقسيم 6، أقول يا عدد اللي أضربه بالستة يطلع 42، هنا الناتج 7. 42 تقسيم 6 يساوي 7، هذا يسمى حقيقة قسمة أساسية. حقيقة قسمة أساسية، هنا عندنا هذه حقيقة قسمة أساسية. الأنماط هنا راح نزيد مرتبة مرتبة، يعني هنا راح نزيد مرتبة راح نخلي صفر. نقول هنا 420 تقسيم 60، هنا 6 صار 60 يساوي 7. شلون صار 7؟ هنا شو نسوي؟ إذا لقينا هنا أنماط، هنا راح نحذف صفر من المقسوم ونحذف مقابله صفر من المقسوم عليه. هذه هي الطريقة، إنه نحذف صفر من المقسوم ونحذف صفر من المقسوم عليه. إيش راح يظل؟ راح يظل 42 تقسيم 6 يساوي 7. هنا عندنا 4200 تقسيم 600، يعني هنا زيدنا صفرين. هسه شو نسوي هنا؟ هذا عندنا المقسوم، هنا نحذف صفر المقابل المقسوم عليه، نحذف صفر، بعدين هنا نحذف صفر المقسوم عليه، نحذف صفر. يعني هنا إذا نحذف صفر نحذف صفر بالمقابل. إيش قد بقى عندي هنا؟ بقى عندي 42 تقسيم 6 يساوي 7. هنا عندي 3 أصفار، هنا أحذف منها صفر، أحذف منها صفر بالمقابل، أحذف منها صفر، أحذف منها صفر بالمقابل. هنا عندنا صفر، هذا الثالث أحذفه، أحذف منها صفر. إيش قد بقالي؟ بقالي 42 تقسيم 6 يساوي 7. هذا يسمى أنماط. هذا يسمى أنماط. هنا أنا حليت هذه الأنماط. شلون؟ من حقيقة القسمة الأساسية، من حقيقة القسمة الأساسية اللي هي 42 تقسيم 6 يساوي 7، وهنا كذلك 42 تقسيم 6 7، 42 تقسيم 6 يساوي 7، 42 تقسيم 6 يساوي 7. يعني هذا حليت هذه الأنماط باستعمال الحقائق الأساسية. هاي هي الحقيقة الأساسية. نحذف منها صفر من المقسوم، نحذف صفر من المقسوم عليه، نحذف صفرين من المقسوم، نحذف صفرين من المقسوم عليه، نحذف 3 أصفار من المقسوم، نحذف 3 أصفار من المقسوم عليه، وبعدين نقسم الحقائق الأساسية. صار واضح؟ هنا عندنا مثال ثاني 8 تقسيم 2 يساوي، هنا أنا عندي حقيقة قسمة أساسية. حقيقة قسمة أساسية 8 تقسيم 2، يعني يا عدد اللي أضربه بالثنين يطلع 8. يعني هنا هذه العلامة اليساوي، أتخيل أن هنا علامة ضرب، هنا تكون علامة ضرب. يا عدد اللي أضربه بالثنين يطلع 8، عندنا هنا نقول 4. صار واضح؟ هذه قلنا حقيقة قسمة أساسية. هنا عندنا أنماط، نقول هنا عندنا 80 تقسيم 20، هنا عندي أصفار، شو أسوي؟ أحذف منها صفر وأحذف منها صفر. إذا أحذفت منها صفر أحذف بالمقابل صفر. إيش قد بقالي؟ 8 تقسيم 2 ويساوي 4. هنا عندي صفرين، أحذف منها صفر، أحذف منها صفر، أحذف صفر من المقسوم، أحذف بالمقابل، أحذف بالمقابل صفر من المقسوم عليه. هنا أقول 8 تقسيم 2 ويساوي 4. هذه هنا صار يعني سويت هذه الأنماط، حليت الأنماط باستعمال الحقيقة الأساسية اللي هي 8 تقسيم 2 يساوي 4. هسه نحل فقرة أتأكد، صفحة 67. اكمل كل من الأنماط التالية. هنا منطيني أنماط، النقطة الأولى 16 تقسيم 4، هنا عندي حقيقة قسمة أساسية. حقيقة قسمة أساسية، نقول 16 تقسيم 4، يعني يا عدد اللي أضربه بالأربعة راح يطلع لي 16. هنا نقول 4، لأن 4 في 4 16. هذه حقيقة قسمة أساسية. هسه نقول 160 تقسيم 40، هنا عندي أصفار، أحذف هذا الصفر من المقسوم وأحذف صفر من المقسوم عليه. يعني هنا أحذف صفر بالمقابل أحذف صفر. هسه إيش قد بقى لي هنا؟ 16 تقسيم 4 يساوي 4.
هنا عندي 1600 تقسيم 400، هنا كذلك احذف صفر من هنا، احذف صفر، بالمقابل احذف صفر من المقسوم عليه، احذف صفر من المقسوم، احذف صفر من المقسوم عليه. هنا انا بقى لي 16 تقسيم 4 ويساوي 4. صار واضح؟ هنا عندنا النقطة الثانية كذلك نفس الطريقة. هنا عندي 40 تقسيم 5، هذه حقيقة قسمة أساسية. 40 تقسيم 5 يعني يا عدد اللي أضربه بالخمسة يطلع لي 40، وقلت لكم تخيلوا هنا فوق اليساوي هنا علامة ضرب، علامة ضرب يا عدد اللي أضربه بالخمسة يطلع لي 40، هنا نقول 8، 8 لأن 5 في 8 شكد 40. هسا نقول 4000 تقسيم 500، شو نسوي؟ نحذف منها صفر، نحذف صفر من المقسوم عليه، نحذف صفر من المقسوم، نحذف صفر من المقسوم عليه. بعد هذا الصفر ما نحذفه لأن ما عندنا هنا بعد الصفر حتى نحذف مقابل إليه. هسا نقول 40 تقسيم 5 ويساوي 8. هنا عندنا العدد 40000 تقسيم 5000، نحذف صفر من المقسوم 1، نحذف صفر بالمقابل 1، نحذف صفر من هنا من المقسوم، نحذف صفر من المقسوم عليه، نحذف صفر من المقسوم، نحذف صفر من المقسوم عليه. بعد هذا الصفر ما أحد فقلت لأن هنا أنا بعد ما عندي صفر. هسا أقول 40 تقسيم 5 ويساوي 8. النقطة الثالثة 49 تقسيم 7، هنا عندي حقيقة قسمة أساسية. أقول يا عدد اللي أضربه بالسبعة يطلع لي 49، هنا نقول 7 لأن 7 في 7 49. هسا نقول 490 تقسيم 70، هنا أنا أحذف هذا الصفر وأحذف الصفر بالمقابل إليه. هسا أقول 49 تقسيم 7 ويساوي 7. 4900 تقسيم 70، هنا أنا أحذف صفر، أحذف صفر من المقسوم وأحذف صفر من المقسوم عليه. هنا أنا شنو بقالي؟ بقالي هذا الصفر هنا أنا. ما أحذف هنا، ما أحذف هذا الصفر لأن ما عندي بعد صفر هنا بالمقابل. فهنا هذا الصفر اللي بقى راح ينزل، راح ينزل. إذا صفر بقى ماكو إلا بالمقابل راح ينزل. وهنا أقول 49 تقسيم 7 ويساوينا 70، يعني هنا 4900 تقسيم 70 يساوينا 70. أكو طبعة بعض الكتب أكو بالطبعة تختلف. هنا شنو مكتوب؟ مكتوب 4900 تقسيم 700. هنا ايش راح نسوي؟ راح نحذف صفر من هنا من المقسوم، نحذف صفر من المقسوم عليه، نحذف صفر من المقسوم، نحذف صفر من المقسوم عليه. هنا صارت 49 تقسيم 7 ويساوي 7. هذا بالطبعة آخر طبعة الجديدة من الرياضيات. وأكو لا، أكو موجودة هنا عندنا 70 مو 700، وأكو مكتوب 700. فإن هذا حل 70 لأن هنا يبقى صفر راح ننزله، وهنا ما عدنا صفر بعد حذفناهن. فهنا نقول 49 تقسيم 7 يساوي 7. أجد ناتج القسمة في كل مما يلي باستعمال الحقائق الأساسية. هنا أول مرة مطيني حقيقة أساسية اللي هي 45 تقسيم 5، يعني يا عدد اللي أضربه بالخمسة راح يطلع لي 45. هنا نرجع لجدول الضرب نقول 9 لأن 5 في 9 45. هسه راح نكمل هذا النمط، نقول 450 تقسيم 50، هنا أنا راح نحذف هذا الصفر من المقسوم ونحذف صفر من المقسوم عليه. صارت هنا 45 تقسيم 5 ويساوي 9. هنا عندنا 4500 تقسيم 500، هنا كذلك نحذف صفر من المقسوم، نحذف صفر من المقسوم عليه، نحذف صفر من المقسوم ونحذف صفر من المقسوم عليه. بقى هنا عندي 45 تقسيم 5 ويساوي 9. هنا عندنا النقطة الخامسة 27 تقسيم 3، هنا عندنا حقيقة قسمة أساسية. 27 تقسيم 3 يا عدد اللي أضربه بالثلاثة يطلع لي 27، هنا نقول 9 لأن 3 في 9 شقد 27. هسه هنا نقول 2700 تقسيم 300، نحذف صفر من المقسوم، نحذف صفر من المقسوم عليه، نحذف صفر من المقسوم، نحذف صفر من المقسوم عليه. هنا بقى 27 تقسيم 3 ويساوي 9.
هنا عندنا 27,000 تقسيم 3,000، كذلك نفس الطريقة، نحذف منها صفر، نحذف منها صفر، منها صفر، منها صفر، نحذف صفر منها، نحذف صفر منها، بقى 27 تقسيم 3 ويساوي 9. النقطة السادسة، هنا عندنا الحقيقة القسمة الأساسية اللي هي 72 تقسيم 9، يا عدد اللي أضربه بالتسعة يطلع لي هنا نقول 8، 9 في 8 شقد؟ 72. هنا عندنا 7200 تقسيم 90، هنا نحذف صفر من هنا، نحذف صفر من هنا، هذا الصفر بعد ما أحذفه لأن ما عندي هنا صفر بالمقابل، فهذا الصفر راح أنزله، انتبهوا وياي، هذا الصفر راح ينزل، هنا هذا الصفر بعد ما إلى صفر مقابل، فهذا الصفر راح ينزل بالناتج. هسه أقول 72 تقسيم 9 ويساوي 8، يعني هنا الناتج ايش قد طلع لي؟ طلع لي 80. هنا عندنا 72,000 تقسيم 9,000، هنا احذف صفر منا واحذف صفر منا بالمقابل، احذف صفر منا واحذف صفر منا، احذف صفر من المقسوم واحذف صفر من المقسوم عليه، هنا بقى 72 تقسيم 9 ويساوي 8. هنا عندنا فقرة أتحدث عن حقيقة القسمة الأساسية التي تساعدني على إيجاد الناتج 32,000 تقسيم 40. هنا أي حقيقة قسمة أساسية اللي أستعين بها هي 32 تقسيم 4، هذه هي الحقيقة القسمة الأساسية اللي راح تساعدني على إيجاد 32,000 تقسيم 40. هنا نقول 32 تقسيم 4، هنا نكتب نقول 32 تقسيم 4 ويساوي، يا عدد اللي أضربه بالأربعة يطلع لـ 32، نرجع جدول الضرب ونقول 8، لأن 4 في 8 شقد؟ 32. فهنا منطيني إياه بالسؤال هو شنو؟ منطيني 32,000 تقسيم 40، تقسيم 40. هنا شنسوي أول بداية للأصفار، نحذف الأصفار، هنا نقول نحذف هذا الصفر، نحذف الصفر المقابل بالمقسوم عليه، هنا بقى لي صفرين راح ننزلهم. وقلت ليش ننزلهم؟ لأن ما عندي بعد أصفار بالمقسوم عليه حتى أحذفه. هنا أنا راح هذين الصفرين ينزلن، هسه أقول 32 تقسيم 4 ويساوي لنا 8. هنا الناتج 800. شلون طلعتها 800؟ يعني هنا أنا ساعدتني حقيقة القسمة الأساسية اللي هي 32 تقسيم 4 يساوي 8. إذا هنا عندنا 32,000 تقسيم 40 يساوي 800. نحذف صفر من المقسوم، نحذف صفر من المقسوم عليه، هذين الصفرين ننزلهم ونقول 32 تقسيم 4 ويساوي 8 والناتج هو 800. هسه صار واضح، وانتهى درسنا لهذا اليوم، ومع السلامة.